هي الصور للحظات الأولى لاستهداف مدرسة الشهداء كما ذكرنا في النصيرات. هذه إذن مشاهدينا الصور الأولى لاستهداف مدرسة الشهداء، وحسب البعض تم استهدافها بعدد من الصواريخ كما تتابعون في هذه الصور، أيضا ارتقاء عدد من الشهداء في ساحة هذه المدرسة التي تؤوي عدد كبير من النازحين في النصيرات. وكما تتابعون في الصور هناك اشتعال للحرائق في عدد من هذه المدرسة أو صفوف هذه المدرسة التي تحولت إلى مراكز إيواء، وهي مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات. وحسب آخر الأرقام ارتفاع عدد الشهداء وصل إلى 16 شهيد وأكثر من 32 مصاب في هذه الغارة، وهذه أرقام أولية حسب ما تبعناه. وأيضا حسب المتابعات والوصول عدد من الشهداء والجرحى إلى المستشفيات القريبة أيضا، كما حصل في مستشفى شهداء الأقصى أيضا. ويبدو أن هناك ارتفاع كما ذكرنا، وهذا ما كنا نتحدث عنه مشاهدينا، إذن ارتفاع عدد الشهداء إلى 17 شهيد وأكثر من 42 جريح. إذن هذه هي الصور الأولى والمشاهد الأولى واللحظات الأولى لاستهداف مدرسة الشهداء التي تؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة، وهي مدرسة كما ذكرنا تؤوي عدد كبير حسب ما تابعناه قبل قليل في الصور وما تتابعونه الآن أيضا، في انتشار أعداد كبيرة من النازحين في ساحة المدرسة. وأيضا كما ذكرنا وذكر البعض في صور كانت حصرية للتلفزيون العربي متواجدين في المنطقة وفي أيضا ساحة المدرسة، لأنه تم هذا الاستهداف بعدد من الصواريخ كما تتابعون. هناك ارتفاع في الأعداد وأيضا حرائق قد نشبت جراء هذا الاستهداف في الطوابق العلوية للمدرسة كما تتابعون. هذه هي الصور الخاصة والعدد الكبير الذي يتواجد من قبل النازحين في هذه المستشفى، وهما يفسر أيضا في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها المستشفيات وظل هذه الإمكانيات والمستلزمات المتاحة لديها بارتفاع أعداد الشهداء أيضا، وأيضا هناك ارتفاع بأعداد الجرحى. إذن مراسل التلفزيون العربي 17 شهيدا و42 مصابا جريحا في غارة إسرائيلية على هذه المدرسة التي تؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة.